الحمد لله رب العالمين، عدينا الماتش ده على خير. الولاد عملوا ما عليهم وزياده، يعني ادوا، يعني انا مش عايز اقول لك الموسم دوت قد ايه الولاد تعبوا. ان شاء الله يكملوا معانا لغايه كاس. انا عندي قبل ما ابتدي شكري المحترف، جاله شد في العضله الخلفيه، ابتديت بيه للاسف شديد ما قدرش يكمل. ده غير منعم، ده غير عبو، يعني مش عايز اقول لك غير عبد العال. يعني انا بشفق عليهم من كميه من الاجهاد اللي هم فيه. 8 ماتشات في 10 ايام، ده كتير جدا في بطوله افريقيا. ريحنا يومين، اتمرنا يوم، لعبنا سيمي فاينال كاس مصر، والحمد لله الولاد ادوا عليهم وكسبوا نادي الزمالك، نادي كبير طبعا محترم، كسبوه 3-0 في سيمي فاينال. ده حاجه مشرفه جدا ليا وليهم والجمهور النادي الاهلي. الماتش ده هيختلف تماما طبعا، لان هيبقى من غير جمهور، لكن ان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه لجمهور النادي الاهلي ونحقق الثلاثيه ان شاء الله. المباراه تبقى صعبه عليا شويه لان كسره الاصابات، الله اعلم اذا كان شكري هيلعب ولا لا. هشوف عبد العال حصل له ايه، الله اعلم يعني.